سيدتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم من تلفزيون جيبوتي. نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المسائية لهذا اليوم. في هذه النشرة، وزارة المالية تصدق على مشروع يتعلق بالتخلص الكامل عن السكن العشوائي. ودوليا، القوات العراقية تعلن سيطرتها على مركز حويجة، معقل تنظيم الدولة الإسلامية. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. نظمت وزارة الاقتصاد والمالية بتعاون مع البنك الدولي ووزارة الإسكان ورشة للمصادقة على مشروع يتعلق بالتخلص الكامل من المساكن العشوائية. هذا البرنامج يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في المناطق الحضرية وتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على السكن الملائم والتخلص النهائي من المساكن العشوائية، كما يهدف إلى إعادة تهيئ الأحياء القديمة وبناء مساكن جديدة طبقا للمتطلبات الجديدة. ويندرج هذا المشروع في إطار الرغبة السياسية لرؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جلي، الذي اعتبر هذا المشروع من أولويات المشاريع الرئيسية للحكومة. ويتطلب تنفيذ هذا المشروع إلى التعاون مع مختلف الدوائر الوزارية لتنفيذ هذا المشروع. وشارك في هذه المناسبة إلى جانب وزير المالية السيد إلياس موسى دوله، وزير الإسكان السيد موسى محمد أحمد، ووزير الطاقة السيد يونس علي جيدي، والوزير المنتدب المكلف بالسكن السيدة آمنة عبدي آدم، والوزير المنتدب المكلف باللامركزية السيد حمد محمد رميس، وأمينة الدولة للشؤون الاجتماعية السيدة منى عثمان آدم. وفي مداخلة لوزير المالية السيد إلياس موسى دولي في هذه المناسبة، أشار إلى الأهمية التي يعكسها هذا الاجتماع والذي يهدف إلى التخلص الكامل من المساكن العشوائية، وإن الحكومة الجيبوتية تولي اهتماما بالغا في سبيل توفير السكن الملائم للمواطنين، وإن رئيس الجمهورية قد أسس عام 2016 مؤسسة حق السكن الملائم للمواطنين. ويتطلب تنفيذ هذا المشروع إلى التعاون مع مختلف الدوائر الوزارية لتنفيذ هذا المشروع. وحول المزيد حول هذا الموضوع، ينضم إلينا في الاستديو الزميل إدريس عمر. أهلا بك إدريس. أهلا زميلي مجد. هل لديك المزيد حول المشروع القانون المتعلق بالتخلص الكامل عن المساكن العشوائية؟ نعم، هذا المشروع يعتبر الفريد من نوعه، أول مشروع قد بادره فخامة رئيس الجمهورية في البلاد. وأن هذا المشروع كما قلت زميلي مجدي يسعى إلى تحسين الظروف المعيشية في المناطق الحضرية وتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على سكن ملائم والتخلص النهائي من المساكن العشوائية. وأن الحكومة الجيبوتية وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي قد وضعت خطة واضحة لتحقيق هذا المشروع في الوقت القريب. وأن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي قد أسس عام 2016 مؤسسة تسعى إلى توفير السكن الملائم للمواطنين في جيبوتي. وأن من أولويات الحكومة الحالية تتركز في قضيتين أساسيتين، وهما تقليص معدل البطالة بفعالية وتوفير السكن الملائم لجميع السكان. وأن الحكومة قد قررت تنفيذ برامج ينطوي على تشييد ما بين 10,000 إلى 20,000 وحدة سكنية يكلف مبالغ طائلة، وذلك بعد دراسة مستفيضة عن حق أي مواطن في السكن. وأن هناك بعض المؤسسات المصرفية في الساحة المحلية تساهم في هذا البرنامج عبر التمويل بناء نحو 540 وحدة سكنية في قيد الإنشاء. كما أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقره في الكويت يمول بناء 1000 وحدة سكنية
وعلى قرار الصندوق السعودي للتنمية، بينما ستمول الصين نحو 10,000 وحدة سكنية، والمملكة المغربية وبعض الجهات الأخرى 5,000 وحدة سكنية. أن هذا المشروع هو مشروع هادف يسعى إلى التخلص الكامل والنهائي من العشوائيات، خاصة في جيبوتي العاصمة والمناطق الداخلية الخمسة، وبالتحديد الشخصيات ذوي الدخل المحدود. هذا ما لدينا. شكرا جزيلا للزميل إدريس عمر على هذه التوضيحات. في إطار استعدادات لتشغيل خط السكة الحديد الذي يربط جيبوتي بأديس أبابا، جرت سلسلة من تجارب للقطار الكهربائي في مجمل الخط الرابط بين جمهورية جيبوتي وأديس أبابا. وستقوم القطارات بعدد من التجارب ذهابا وإيابا في حدود جاليلي، وبدأت هذه التجارب منذ 2 أكتوبر، بينما ستبدأ قطارات ركاب في الفترة 2 و5 من أكتوبر الجاري. يتكون من العديد من الوزراء، منهم وزير العمل ووزير النقل ووزير الإعلام ونواب المنطقة وكوادر من منطقة علي صبيح، توجه على متن قطار المسافرين إلى علي صبيح. وكان في استقبالهم لدى وصولهم حاكم إقليم علي صبيح السيد محمد وابري عسوي والعديد من العقال والأعيان والنسوة والشباب في منطقة علي صبيح. في إطار هذه المناسبة، انعقد في مقر والي الإقليم علي صبيح اجتماع تشاوري حل اعتناء واهتمام بالخط الحديد الرابط بين جيبوتي وأديس أبابا. وانعقد هذا اللقاء بحضور وزير العمل والنقل ووالي المنطقة إضافة إلى أعيان علي صبيح. وفي خطاب مقتضب في هذا الاجتماع، أشار وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد حسن إدريس السميري إلى الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع الذي ينتظره سكان الإقليم بفارغ الصبر. وحث الوزير السميري السكان على العمل على المحافظة على السكة الحديد الذي يربط بين جيبوتي وإثيوبيا، وشدد على الأهمية الاقتصادية التي يجلبها مشروع الخط السكة الحديد الجديد، والذي سيوفر العديد من الفرص العمل المباشر وغير المباشرة للعاملين القدماء في إقليم علي صبيح. استقبل وزير الصحة الدكتور جامع الميعوكي في مكتبه المديرة الإقليمية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيدة ليلسي ريدا، وذلك برفقة وفد بقيادة القائم بأعمال السفارة الأمريكية. وجرى اللقاء بحضور الأمين العام لوزارة الصحة الدكتور أحمد روبلي والمفتش العام الدكتور صالح بنويتا ومدير وحدة المشاريع الكبرى في الوزارة السيد آدم حسين علمي، ومديرة التخطيط والتعاون الدولي الآنسة نورة عبدي، ومدير دائرة الصحة في المناطق الداخلية السيد أحمد سعيد، إضافة إلى العديد من المستشارين الفنيين لوزير الصحة. وخلال هذا اللقاء تطرق الوزير والمديرة الإقليمية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيدة ليلسي ريد النقاط الرئيسية المندرجة في جدول أعمالها والبرامج التي تقوم الوكالة الأمريكية بتنفيذها في عام 2018. واتفق الجانبان بتأسيس فريق مشترك مكلف بمتابعة وتقييم الأنشطة المندرجة في خطة العمل لعام 2018. وتقوم الوكالة بدعم جهود وزارة الصحة من خلال تقديم الدعم المالي والفني واللوجستي في المجالات الرئيسية. استقبل وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بري صباح اليوم الخميس في مكتبه بالمجمع الوزاري سفير خادم الحرمين الشريفين السيد عبد العزيز بن الداود، وذلك برفقة الملحق الديني الشيخ عبد الرب الحكيمي. وسلط هذا اللقاء الضوء على العلاقات التعاون المتميزة بين وزارة الشؤون الإسلامية ومختلف المؤسسات في المملكة.
وأطلع السفير السعودي الوزير مومن على إطلاق مشروعين كبيرين قريبا في جيبوتي والعاصمة ومدينة تجرة الساحلية. الأول يتعلق بإعادة ترميم مسجد الملك سلمان والتي سيتم توسعته، والثاني يتعلق ببناء مركز يضم جامع ومدرسة ومرافق أخرى. هذا وأشار الوزير بري بهذه المبادرة وأشاد الوزير بهذه المبادرة معربا عن استعداده لتقديم الدعم والتسهيلات لتنفيذ هذين المشروعين. استقبل وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد موسى محمد أحمد في مكتبه القائم بالأعمال السفارة الأمريكية السيد ألكسندر هاميلتون، وذلك برفقة الملحق الاقتصادي في السفارة الأمريكية. وحضر هذا اللقاء السيد حسين ريراش روبلي مدير البيئة والتنمية المستدامة، وناقش الجانبان طرق وسبل تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في مجال التلوث والتنوع البيولوجي ومتابعة وحماية البيئة بصفة عامة. وتطرق الوزير مع السيد ألكسندر هاميلتون إمكانية تقديم دورات تأهيلية وتعزيز القدرات في مجال البيئة. هذا وأطلع القائم بأعمال السفارة الأمريكية السيد ألكسندر هاميلتون إن السفارة الأمريكية في جيبوتي تسعى لتنظيم دورة حول الأمن البيئي في فترة ما بين 13 و15 من نوفمبر القادم في فندق كامبسكي، وتهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية وذلك بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالبيئة. وسيقوم خبراء أمريكيون ومحليون في مجال المياه ولإدارة النفايات والصحة بتنشيط هذه الدورة. اختتمت في ملعب الحاج حسن جوليد ابتدون صباح أمس أعمال الدورة التأهيلية التي نظمتها أمانة الدول للشباب والرياضة بالتعاون مع مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة باللغة الفرنسية الفرنكوفونية. وتعد هذه الدورة الأولى من نوعها التي تقيمها أمانة الدول للشباب والرياضة أنشطتين لمؤتمر وزراء الشباب والرياضة، والتي تستمر حتى 4 من أكتوبر الجاري أي يوم أمس، وهي دورات تأهيلية لاستكشاف المواهب الجديدة ومؤتمرين تأملين حول آليات برنامج ترقية ريادة الأعمال لدى الشباب. وجرت هذه المناسبة بحضور الأمين العام لأمانة الدول للشباب والرياضة والمديرة المساعدة لمؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة باللغة الفرنسية السيدة فاطمة سيلا وممثل والوني في بروكسل، والذي ويعتبر أحد الممولين الرئيسيين والمفتش العام لأمانة الدول للشباب والرياضة، والمدير العام للرياضة في مدغشقر السيدة جون كلود، ومسؤولي مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية ومستشارين وخبراء إضافة إلى المشاركين المحليين والدوليين. وشهد حفل اختتام هذه الدورة توزيع الشهادات التقديرية لكل مشارك من كل الدول المشاركة. وتقدر الإشارة إلى أن العديد من الدول شاركت في هذه الدورة التأهيلية، وهي بنين وبروندي وجزر القمر وكونغو برازافيل والكاميرون وموريشيوس ومدغشقر والسيشيل ووالوني بروكسل. استقبلت الأمينة العامة للاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة فاطمة موسى، وذلك برفقة النسوة البرلمانيات، استقبل صباح اليوم وفدا نسائيا يتكون من عضوين من بينهم حرم رئيس اللجنة التنفيذية لمنطقة هرر في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية السيدة حنان دوري عبد القادر. وبهذه المناسبة قام الوفد بزيارة مختلف مرافق الاتحاد من قسم الخياطة والتطريز والطهي وفصول محو الأمية وغيرها. وخلال هذا اللقاء تطلع الوفد النسائي في منطقة هرر حول مشروع القروض الميسرة ودور سيدة جيبوتي الأولى السيدة خضرة محمود حيد في ترقية دور المرأة في جيبوتي، إضافة إلى حضانة دارييل للأيتام والعناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التي يتكفل بها الاتحاد. أبرم كل من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد حسن روبلي أوبسي، ورئيس نقابة الحافلات والباصات السيد عبد الله علمي عوكي، أبرم يوم أمس معاهدة شراكة تتعلق بالتأمين الصحي الشامل. وستسمح هذه الاتفاقية لمالكي الحافلات والباصات من الاستفادة مع عائلتهم بتغطية طبية كاملة كبقية موظفي الدولة.
وأوضح السيد حسن روبلي أوبسي إن مالكي الباصات ستأخذون 3500 فرنك جيبوتي، بينما أصحاب الحافلات الصغيرة ستدخرون 1750 فرنك جيبوتي. كما تقدم هذه الاتفاقية تسهيلات للعمال المستقلين في النقل العام. وفي مداخلة له أعرب رئيس نقابة الباصات والحافلات السيد عبد الله علمي أوكي عن شكر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على هذه المبادرة الفريدة من نوعها، واصفا هذه الاتفاقية بالتاريخية، حيث يستفيد العمال المستقلون بتغطية صحية شاملة، داعيا في الوقت ذاته أعضاء النقابة بتسجيل أنفسهم وعائلاتهم في الصندوق. بدوره أوضح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد حسن روبلي أوبسي بأن التأمين الصحي الشامل هي مبادرة أطلقها فخامة رئيس الجمهورية في نهاية عام 2014، وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم العناية الطبية الشاملة لجميع شرائح المجتمع، وأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعني بتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين الجيبوتيين، وداعيا أصحاب النقابة إلى الإسراع في تسجيل أنفسهم وعائلاتهم في أقرب وقت ممكن للاستفادة من الرعاية الصحية الشاملة. كشف عناصر الدرك الوطني في مفرزة الحي الثالث والرابع والخامس جريمة قتل ارتكبت أمام إعدادية زوم الخاصة الكاينة في الحي الخامس. وعثر على جريحين لقي مصرعهما بطعنات بالسكين، وتم التعرف على المتورطين في هذه الجريمة، وهما شابان تتراوح أعمارهما ما بين 18 و24، وهم حاملين الجنسية البريطانية والكندية، وهم من أصل جيبوتيين. وقام الشابان بالاعتداء على المدرسين هذا، وسيمثل المتورطان أمام العدالة لمعرفة ملابسات الجريمة. وفيما يتعلق بالأخبار الدولية تنضم إلينا في الاستوديو الزميلة عوا عبدي. أهلا بك عوا. أهلا بك مجددا يا مجدي. كيف أهلا حالك؟ بكم الحمد لله بخير. أعلنت القوات العراقية صباح اليوم الخميس أنها سيطرت على وسط مدينة الحويجة، نعم، كما آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق. هل لديك المزيد حول هذه التفاصيل لو سمحتي؟ نعم، حول إذن هذا الحدث، بالفعل كما أشرت بأن القوات العراقية شنت هجوما واسعا لخرق الخطوط الدفاع لتنظيم الدولة الإسلامية في قضاء الحويجة، وهو آخر معقل لتنظيم المتطرف في شمال العراق بعدما حققت تقدما في اتجاهها، وبعدما أصبح تنظيم محاصرا ما يسمى بالدولة الإسلامية ومحاصرا في كل معقله في العراق وسوريا المجاورة. وفي إذا صدر بيان للقائد العام للقوات المشتركة العراقية، أكد فيها أن قوات الجيش وقوات الشرطة الاتحادية وقوات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الحشد الشعبي شرعت بعملية واسعة لتحرير مناطق مركز قضاء الحويجة وناحية الرشاد، وإضافة إلى النواحي التابعة والقريبة لهذه المدينة. وأضاف بأن قوات التدخل السريع بدأت عملياتها ليلة الخميس على الجمعة بعبور النهر الواقع بشمال الحويجة، ثم إقامة جسر إذن لتأمين الوحدات المتوجهة إلى عباسي على بعد نحو 10 كيلومترات غرب المدينة. وبحسب بيان الحشد الشعبي فإن تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية أضرم نيران في بئري نفط جنوب الحويجة لوقف تقدم إذن القوات الحكومية، وكان التنظيم استولى على الحويجة إذن التي تقع على بعد 230 كيلومتر عن بغداد في يونيو 2014 تزامنا مع سيطرته على موصل، وهي ثاني أكبر مدن العراقية. وفي كلمة لرئيس العراقي أكد فيها بأنهم ماضون
في تحرير العراق، وقال كما وعدنا أبناءنا لبلدنا بأننا ماضون لتحرير كل شبر من أراضينا، في أحد عباراته خلال لقاء صحفي. طبعا هناك العديد من المناطق التي ما زالت تحت سيطرة تنظيم القاعدة. أكيد. نعم. طبعا تنظيم الدولة الإسلامية. نعم. عفوا. نعم. طبعا هناك موضوع آخر، ارتفع عدد ضحايا الإعصار ماريا في بورتوريكو الأمريكية إلى أكثر من الضعف. نعم بالفعل. ليصل إلى 34 شخص، وتخشى السلطات من حدوث أزمة إنسانية في هذه الجزيرة. أي إذن ووالي إقليم هذه المدينة إذن طلب مساعدات إنسانية من إذن سلطات الولايات المتحدة الأمريكية. وفي وقت لاحق صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة له بأنه سيطلب من الكونغرس الإفراج عن 29 مليار دولار لتقديم مساعدات عاجلة لهذه الجزيرة التي دمرها الإعصار ماريا، وأنه وقال بأنه ينوي إذن تقديم هذه المساعدات، كما أنه قال إمكانية شطب جزء من الدين جزيرة بورتوريكو بعد أسبوعين من مرور إعصار. وقال لشبكة فوكس نيوز بأن هذه الجزيرة تدين بمبالغ كثيرة، وأنه سيتم شطب إذن ديونه جزء من الدين لجزيرة بورتوريكا. كما زار هذه الأرض الأمريكية للقاء بالمنكوبين في الإعصار الذي أودع بحياة 34 شخصا على الأقل في الجزيرة، التي يشعر عدد كبير من سكانها أن المساعدات الإنسانية تأخرت في الوصول. وطلب حاكم بورتوريكو إعلان الجزيرة في وضع إفلاس لإعادة هيكلة إذن دينها الهائل والبالغ ل73 دولار. وأضاف خبراء نقلا عن الدراسات أن 25% من دين هذا البلد بأيادي الصناديق للتحويض، وباقي بأيادي الدائنين للجزيرة من أفراد عبر الاستثمارات المباشرة والغير المباشرة. والجزيرة إذن جدير بالذكر أن الجزيرة البورتوريكو مستعمرة من قبل إسبانيا سابقا، أصبحت في نهاية القرن 19 أرضا لأمريكية قبل أن تمنح من في الخمسينيات القرن الماضي وضع ولاية الحرة الشركة. شكرا جزيلا للزميلة أو إدريس على هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك. ونختتم نشرتنا الإخبارية هذا المساء سيدتي وسادتي بخبر زيارة الرئيس الصومالي إلى السودان. فقد التقى الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم أمس الأربعاء نظير الصومالي محمد عبد الله فرماجو في الخرطوم، وأجرى معه مباحثات تركزت حول علاقات البلدين ومباحثات في مختلف المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. وتستغرق زيارة فرماجو للخرطوم لمدة يومين، يشهد خلالها توقيع مذكرات تفاهم في مجالي التعليم والزراعة وفق ما أوردته صحيفة خرطوم بوست المستقلة. وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية حامد ممتاز في تصريح للصحفيين إن الزيارة تأتي في إطار تطوير العلاقات بين البلدين وتمثل تحولا في العلاقات الثنائية نحو الأفضل، لأنها ستتناول الأمن والاستقرار في دولة الصومال حتى يعود لها الاستقرار السياسي والأمني. وبهذا الخبر سيدتي وسادتي تنتهي النشرة الإخبارية المسائية والمفصلة لهذا اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.